نصب عليا $1000. اه والله انتوا متخيلين مقصوب عليا في $1000؟ قلبي يقف والله. فلوس انا صفريه. الفلوس دي انا تعبان فيها، طالع ميتيني فيها والله. السلام عليكم ورحمه الله. انا جاي اسجل فيديو النهارده وانا زعلان جدا وقلبي محروق هيتقطع والله من اللي انا هحكيه لكم دلوقتي، لكن انا استاهل واستاهل لاني انا مشيت في حاجه غلط، فاللي يمشي في حاجه غلط يستاهل الاجرام. يلا بينا احكي لكم ايه اللي حصل. بص يا جماعه دلوقتي انا هحكي لكم هو ده ازاي. الموضوع من اوله هو طمع، تمام؟ طمع، ويعني ايه الواحد بيستسهل، فلما انت بتطمع في الحاجه او بتدور على حاجه بسهوله بتروح، تمام؟ اولا موضوع الفيديو، انا اتنصب عليا ازاي؟ اتنصب عليا من ناس في تركيا، تمام؟ تركيا هي منبع النصب والله يا شباب، حرفيا هي كل المصايب بتيجي منها، تمام؟ ف ده اولا. ثانيا المشكله ان هي جايه من شخص عربي ومن شامي، يعني الله يلعنه انا بدعي عليه، يعني ربنا ينتج منه. مش حرقه في الفلوس طبعا، هو المبلغ مش شويه، لكن يعني لاني مش انا بس ضحيه ولا ضحيتين ولا ضحيه ولا ثلاثه. معرفش الناس دي عندها قلب زينا؟ هل الناس دي بتفكر في الموضوع ان انا هتحاسب في يوم من الايام؟ فصراحه معرفش. انا بحاول الاضاءه، معلش عشان انا مشيت كده الاضاءه هتختلف شويه. بس يا جدعان الموضوع صعب، الموضوع كله برمته غلط في غلط في غلط. انا مشيت غلط فانا استاهل غلط، فانا استاهل العقاب اللي حصل لي ان انا مشيت غلط، تمام؟ الموضوع لاندري. من كتر ما تشوف الاعلانات بتصدق الحاجه، ده اللي حصل لي. انا شفت اعلان مره اتنين تلاته اربعه لمدة سنوات، يعني ممكن اقول لكم سنتين تلاتة بشوف الاعلان ده. في لحظة قررت ان انا اجرب، قلت اجرب اشوف الناس دي اخرتها ايه يعني، فقلت اجرب. ياريت ما جربتش، بس الحمد لله محدش بيتعلم ببلاش. انا الواحد طبعا بنحاول نبعد عن كل النصب، انواع النصب والاحتيال، لكن لازم تقع. لو شفتوا فيديو ليا قبل كده كنت بتكلم عن نصب وكده برضو، بس الحمد لله المرة اللي فاتت فلت، المرة دي ما فلتش، ضعت. السبب ان انا كنت طماع شوية، طمعت ما اكذبش عليكم. دي موضوع صعب يا جدعان، مش عارف احكي والله. اقول ايه انا نصب عليا $1000. اه والله انتوا متخيلين مقصوب عليا في $1000؟ قلبي يقف والله. فلوس انا صفريه. الفلوس دي انا تعبان فيها، طالع ميتيني فيها والله. تعبان تعبان جدا في الفلوس دي. بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. النهارده انا جاي اقول لكم يا شباب، انا استاهل، لان الموضوع اصلا حرام في حرام. حتى لو الموضوع كان مشي بحرام، الموضوع باختصار في شباب ربنا يهديها او ربنا ياخدها ان شاء الله، شاميين يعني، فلسطينيين، لا يعني هم شاميين، ما اعرفش اي، يعني شغالين في من تركيا. موضوع لاندري اللي هو
اسمه يعني بيقولوا عليه غسيل اموال، ان هو يقول لك ايه الخمسه باتنين 5000، هو بيدي $5000 وانت بتدفع له اتنين. لكن الموضوع غير كده يا جدعان، الموضوع نصب نصب نصب. يعني نصب ازاي؟ انا ممكن ابقى احط لكم الشات بيني وبينه ازاي، واقنعني ازاي، وازاي فضل يعني يتلاعب بيك لحد ما هو سحب الفلوس، وبعد كده انت بح. لو بل بالعكس، وعايزك تبعت له تاني عشان يعني ايه ترجع فلوسك اللي راحت. هو يقول لك يعني انا قلت له ابعت لي الاول الحواله اللي انت بعتها، تمام؟ فبعت لي الحواله متشخبط عليها، رحت ده كله عن طريق اوستر يونيون. خلي بالكم الموضوع كله عن طريق اوستر يونيون. الموضوع غلط في غلط، اوعى حد يسمع الكلام يا جدعان، كله نصب في نصب، كدابين هما بينصبوا اللي عندهم فلوس، ولا بيغسلوا ولا بيعملوا اي حاجه. حتى لو بيغسلوا فالموضوع غلط في غلط. انا بس خدني الفضول، كنت عايز صراحه اجرب الموضوع ده، اشوفهم هل فعلا الموضوع ده حقيقي ولا. الحمد لله يعني ثبت اللي انا كنت عايز اعرفه، ان هو الموضوع مش حقيقي. الموضوع ما فيش حاجه اسمها غسيل فلوس، يعني اللي بيديك خمسه باتنين ولا في الكلام ده، مفيش الكلام ده يا شباب. يعني ده اسمه احتيال ونصب على ناس طيبة أو غلابة أو أغبية، منهم واحد زي أنا. فالله يرضى عليكم، ما حدش يصدق الكلام ده. أنا كان نفسي صراحة، أنا الفضول واخدني إن أنا أجرب، وأنا جربت وعرفت يعني إيه، تيقنت من الحقيقة اللي أنا كنت متوقعها، وده أنا كنت متوقع كده الموضوع النصب يعني، تمام؟ إن شاء الله يعني فلوس أنا أخدها منه قدام ربنا. انا كنت عايز اجرب والله يا شباب الموضوع اللي هو الناس بتقولك بيدي 2000، يعني انت بتديله 1000 تاخد 2000، بتديله 2000 تاخد 5، مفيش الكلام ده. قلت لكم ارقام الناس دلوقتي ان شاء الله، يعني ده يعني ممكن اوريكم الشات بس وانا على اللاب، بس لان انا ماسك التليفون مسجل منه. الفكره ايه بقى؟ ان هو بيديك الحواله فعلا، وتروح تشيك عليها تلاقيها فعلا موجوده بس معمول عليها بلوك. فيقول لك ابعت لي الحواله وانا بشيل لك البلوك، فانت بتقول له لا، فيروح جاي يقول لك طيب 10 دقائق. هو قبل ما يبعت لك الوصل بيبعت لك وصل على اسمك فعلا، ومتشخبط على ال تي سي ان ده اللي هو الرقم اللي انت بتستلم بيه الحواله من لوستر يونيون. وبعد كده يا شباب هو بيروح يبعت لك الوصل فاضي مليان، يعني من غير اي شخبط عليه، يقول لك الوصل اهوت، وتخش هيك عليها بتديها بس يكون عامل عليها بلوك. فانت بتبعت له الوصل، قبل ما تبعت له الوصل تدخل تشيك عليها تلاقيها عليها بلوك، تلاقي هو سحب المبلغ اللي انت بعته، الوصل اللي انت بعته. وبكده يكون انت اتنصب عليك يا باشا، وربنا يعوض عليك الفلوس. الفيديو ده انا طالع اصوره عشان الناس اللي انا دخلت على اليوتيوب، دخلت على كذا حاجه اسال على حاجه زي كده، ممكن يكون ناس كتير تعرضت للموقف ده لكن ما حكوش، يعني او ما جاش لهم الجراء ان هم يحكوا او يتكلموا او ينصحوا الناس، لان ممكن يتساءلوا فيها قانونيا. انا اعرف كده صراحة. انا كان نفسي اجرب الموضوع ده، مش عشان اكسب فلوس والله، انا كنت عايز اشوف الفكرة فين. وانا بما ان انا بتعرض لمواضيع نصب كتير، فكنت حابب اعرف هل فعلا في الكلام ده ولا لا. لكن الحقيقة طلعت ان انا صح، مفيش اي حاجة اسمها غسيل اموال او حد يبعت لك 5000 وانت تبعت له 2000، مفيش الكلام ده يا شباب. حافظوا على فلوسكم، ربنا يسترها معاكم. خدوني كنموذج وادعوا لي ربنا يعوض عليا. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديوهات اللي جاية مش يكون فيها مواضيع نصب غير كده، لان انا الفترة اللي فاتت اتنصب عليا كتير اوي. سرقت في السعودية في قدام الحرم، ودلوقتي منصوب عليا في المبلغ ده. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وسامحونا على الإطالة، و مع السلامة. دولي بالله عليكم يا شباب، يلا ربنا يعوض علينا ان شاء الله. مع السلامة، باي. شباب سامحوني، في الفيديو في فيديو تاني هيكون في ريكورد بتاع الواتساب للناس، الناس ديت المحادثات بيني وبينهم لكذا شخص، تمام؟ ف
فالفيسبوك وكذا حاجة هيبقى في فيديو مختلف، لان المحادثات كانت كبيرة فعاملها فيديو منفصل لوحده. تمام، هيبقى فيديو رقم 2 النصب من تركيا. السلام عليكم.